مرحبا بكم متابعين سودانية 24 في فقرة نصائح تهمك. اليوم دعونا نتحدث عن شبح الطلاق. اليوم أصبح لدينا شبح الطلاق بيهدد معظم العلاقات الزوجية، وللأسف إنه السنين الأولى من الزواج اللي هي البارت الأول ما بين السنة الأولى لحد 5 سنين هم أكثر الناس اللي بتهدد علاقاتهم الزوجية بالطلاق. محاكم الأسرة أصبحت تضج بالأسر، وللأسف إحنا إذا استمرينا بالمسألة حقت الطلاقات دي والأرقام المخيفة دي هنصل لمرحلة إنه المجتمع حيفقد النسيج الأسري. ولما نقول نفقد النسيج الأسري معناته عندنا كمية من السنجل مام والسنجل داد وأطفال بيتربوا في أسر غير صحية ما بين أبو وأم. شنو هي الأسباب اللي بتخلي أو الأسباب الشائعة خلونا نقول اللي بتسبب الطلاقات الآن؟ طيب خلونا نذكر أول سبب اللي هو تحمل المسؤولية. المجتمع صور لنا إنه تحمل المسؤولية الرجل إنك تجيب الأكل والشراب وبس، الأم إنك تربي الأولاد وتعمل الأكل والشراب. نو، هي المسألة تحمل المسؤولية أعمق من كده بكثير. بالتالي من الضروري جدا إنه كل أحد من الشريكين يكون عارف أدواره في العلاقة شنو عشان يقدر يعرف مسؤوليته اتجاه كل دور هو شنو. التزامك بالوعود مسؤولية، وقتك لأسرتك وأولادك وأولادك مسؤولية، حفظك لأسرار بيتك كمان مسؤولية، احترامك لمساحة الطرف الثاني كمان مسؤولية. من الأسباب الثانية اللي شائعة في الطلاقات أصبحت الخيانة. الخيانة اليوم تتصدر ترند في عالم الطلاقات. ليه؟ لأنه الليلة مجتمعنا مستبيح الخيانة بطرح المجتمع لمسألة الخيانة. وخلينا نذكر بعض البرمجات، كل الرجال خائنين، دي بتخلي الرجل إنه هو يستبيح مسألة الخيانة فيكرر الخيانة، فالوحدة بتتطلق أو إنها في كثير من الأحيان، ويمكن المجتمع ما عارف المسألة دي، إحنا أصبح عندنا رجال خائنين ونساء خائنين. ودي مرات كثير بالعيادة بتمر علينا كنوع من الانتقام أو كنوع من استباحة المسألة دي، إنه أنا برضو احتياجاتي ما ملبية زي الرجل مثلا. المسألة الثالثة من الأسباب أيضا الشائعة اللي هي فكرة النسابة. إحنا الليلة أصبح عندنا مشاكل النسابة أيضا تصدر أسباب الطلاقات، بسبب إنه في اللحظة اللي بيسمح أحد الشريكين بدخول طرف ثالث لحل مشكلاتهم أو اتخاذ قراراتهم، هنا العلاقة بتتعقد أكثر وأكثر إلى أن تصل مرحلة الطلاق في كثير من الأحيان. المسألة الرابعة واللي هي انعدام الوعي أو النضوج الزواجي. انعدام الوعي والنضوج الزواجي إنه الكابلز الزوجين بيخشوا بمبدأ الحب، إحنا بنحب بعض فبيعتقدوا إنه الحب ده هو حينجيهم بعد الزواج، لكن للأسف بيكتشفوا بعد الزواج إنه المسألة أعمق من كده بكثير، وإنه الحب ما عامل مهم جدا في العلاقة الزوجية، هو عامل بيساعد لإنجاح العلاقة الزوجية ولكن ليس من أساسيات العلاقة الزوجية. فالعلاقة الزوجية بتتطلب الاحترام والتقدير وكثير من المهارات. إحنا بنقول دائما الزواج ممكن يستمر بالحب بالاحترام في انعدام الحب، ولكن من الصعب إنه يستمر بالحب من غير أي احترام، ولا ستصبح توكسيك ريليشن شيب. إحنا دائما بنقول إنه المشاكل ما حتجيب في العلاقة الزوجية، بالتالي كيف إحنا ندير مشاكلنا بطريقة صح؟ أغلب الأزواج بيفشلوا فشل ذريع في إدارة مشاكلهم. أنا دائما بقول الزواج إنفينيتي، المشاكل دائما حتكون موجودة في التربية، في المراهقة بعد شوية أولادكم، مشاكل مالية، مشاكل كذا، لكن السؤال الأهم هل إحنا بنعرف ندير مشاكلنا؟ لأنه عدم إدارتنا لمشاكلنا حيدخلنا في عدم الاحترام، حيدخلنا في تصادمات، حيدخلنا في احتكاك أكثر، فده أحد الأسباب برضو اللي بتدخل الزوجين في وصولهم لأنه إحنا ما قادرين نكمل مع بعض، ما لأنه العلاقة سيئة، لأنه إحنا ما بنعرف ندير مشاكلنا بصورة صحيحة. المسألة الثانية أحد الأسباب اللي هي تلبية احتياجات الشريكين، دي إحنا بنغفل عنها جدا، بنعتقد إنه الاحتياجات هي عبارة عن أكل وشرب وتربية وكذا، لا، المسألة أعمق من كده، كل شريك عنده احتياجاته العاطفية، عنده احتياجاته النفسية اللي مفروض تلبى. يمكن إحنا بنقول الرجل قد يرى إنه المرأة ده نوع من يعني كلام فارغ، يعني شنو حبه، يعني شنو دايرة اهتمامه، يعني شنو دايرة احتياجاته وكذا، ولكن في الحقيقة إنه دي أحد الحاجات اللي بتوصل للزوجة إنها هي ما شعر بالسعادة في علاقتها الزوجية، وما شعر بالرضا، وما شعر بإنها هي بتنتمي للعلاقة دي، في حيث إنه هي حاجات بسيطة جدا قد يرى المجتمع إنها دي ما حاجات بتوصل الناس لمسألة الطلاق، لكن دي أسباب حقيقية بتوصل الواحدة إنه أنا ما قادرة أكمل في العلاقة دي.